كتعرف ان هادشي طبعا هادشي من الاختصاصات ديال الشرطه القضائيه. حنا يعني الشيء اللي ممكن انه هو بواحد السرعه يعني كبيره اننا كنحاولوا اننا نتواصلوا مع الشرطه القضائيه باش ديال التدخل وان يتم التوقيف ديال المعني بالامر او المعنيه بالامر واتخاذ ونحاولوا اننا ناكدوا على السلطات باش انها تاخذ كامل الاجراءات القانونيه ضد هاد الناس هادو اللي كتحاول انها تشوه بالسمعه وبالمقام ديال هاد الولي الصالح مولانا ادريس بن عبد الله ديالو. والاستثناء الاخر انا قلت لك هو ان الرئيس ديال المجلس الجماعي اللي هو من بطبيعه الحال ابن مدينه ابن هذه المدينه ومن الشرفاء ومن الغيورين بدرجه كبيره على هذه المدينه، واكيد انهم ما يمكنش ان تظاهره من هذا الشكل انه ما يعطيهاش القيمه اللي كتستحق. اذا انا الكلمه اللي ممكن نقول هو ان ضريح لمولاي ادريس وان الشرفاء العدارسة فاتحين الباب ديالهم لجميع الطرق الصوفيه وجميع المريدين، لان ضريح لمولاي ادريس هو ضريح جميع المغاربه، ضريح جميع الطرق الصوفيه، ليس هناك استثناء. حنا كنرحبوا بالجميع وهذا ضريح ديال الجميع، ما يمكننا ان نستثنيو حتى طريقه او حتى مريد او حتى زائر تتوفر فيه الشروط وكيدخل بنية طيبة وصالحة لهذا الضريح، إلا وأننا كنقول له مرحبا به وكنقول له يعني ولا مرحبا به، هذا هو اللي ممكن أننا نقول له.
الرحمن الرحيم. ترحبوا بكم في مدينة وليدي زرهون، تشكركم على هذه البادرة الطيبة. احنا حقيقة هذا واحد السرور كبير، واحد البهجة كبيرة اللي حسوا بها جميع سكان مدينة وليدي زرهون في الوقت فين أذن سيدنا نصره الله بتعيين تاريخ إقامة الموسم الأولى إدريس الأكبر اللي صادف هذه السنة هذه 4 أغسطس، بحيث الناس كانت متعطشة، كان الطريح مغلق بسبب وباء كورونا، الله يهزو علينا نهائيا. السكينة كل استبشرت خيرا، لا الاقتصاديا ولا اجتماعيا ولا أي حاجة تتعلق بأي مواطن هنا في مدينة مولاي إدريس عندها علاقة وطيدة بالطريح مولاي إدريس الأكبر، حيث كما تعلمون لأن الاقتصاد ديال المدينة مقتصر على الضريح، ناكل الزوار حنا ما عندناش، ما كاينش معامل، ما كاين واحد العدد ديال المسائل اللي تتفتقر لها المدينة إلا الضريح اللي تيجيو له الزوار، ودوك الزوار اللي تيجيو للضريح هما اللي تنتعش منهم الاقتصاد ديال المدينة. الحقيقة تبشرنا خيرا وفرحنا بجميع لا سكان ولا وشرفاء ولا مجلس هذه الولايه الاولى ديالو من بعد 23 سبتمبر، تحملنا المسؤوليه ديال الجسيمه ديال هذا السير ديال المجلس، انا ومجموعه ديال الاعضاء من السعيد سعدينا بكامل الاستعداد، بدلنا مجهودات كبيره. المدينه كانت في واحد الحاله يرثى لها، لا من ناحيه الفوضى، لا من ناحيه الاحتلال العمومي، لا من ناحيه واحد العدد ديال المسائل اللي كانت ما عطياش واحد البهجه، واحد مش نقول شي حاجه اللي كانت تتالم، حيت نشوف الفوضى في كل مكان، كانت مسائل اللي كانت تتالم. حنا بدلنا واحد المجهود كبير بالتنسيق مع السلطه المحليه طبعا باش ردينا شويه ديال الرونق للمدينه، ردينا على واحد تنظيم، واحد النظام اللي كان خصو يكون باقي. عندنا الشغل اخر مستقبلا ان شاء الله من بعد الموسم، باش ما نكونوش ضغطنا كثير على التجار بخصوص انهم اللي دايرين الفوضى شي شويه، على اي بالتنسيق مع الشرفاء العدليسه، نقابه الشرفاء العدليسه والنقابه ديالهم، وبالتنسيق مع السلطات المحليه. كان الافتتاح ديال الموسم الخميس السابق 4 أغسطس، كان ممتع ديال الحجابه الملكيه، السيد العام والسيد الكاتب العام، واحد هذا ديالنا الشخصيات اللي جات قامت باستقبال العالميين، شرف العالميين، واستقبال واحد هذا ديال الطوائف اللي جات شاركت في هذاك الموسم ديال العالميين اللي ما سبقش كان شي موسم في هذا المستوى اللي كان، بحيث عدد ديال المدن اللي كانت زارت مولاي إدريس وكل شام شاركت في الموسم 17 مدينه. كاين المدينه اللي فيها جوج ديال الطوائف الدينيه الصوفيه بخصوص، جات الطائفه العلويه، جات الطائفه الكركريه، جا واحد عدد ديال الطوائف. هيئنا درنا بجهودات باش كانت تهيئ لوجستيكي بالتنسيق مع الشرفاء ومع السلطه، كان الاقامه تفرضوا الاقامه، تفضلوا واحد عدد ديال هنا خاص يكون تزين المدينه، تزين المدينه والمدخل ديالها والنظافه ديالها، واحد العدد ديال المسائل اللي قمنا بها. داز الموسم، موسم العالميين، دابا حنا تنهيئوا الموسم الكبير، موسم الطوائف الشعبيه اللي تتكون. الموسم هذا اللي غادي يحجلوا واحد العدد ديال الزوار بجميع انحاء المغرب، كان طوائف كثيره، عيساوا وحماد شاه وواحد العدد ديال الطوائف اللي تيجيو، وتيقوموا ليالي، تكون ليالي باحث الضريح، وكاين حتى في الساحه العموميه، وكاين في الديور حتى هما تيستقبلوا دوك الطوائف العيساويه، تيقوموا ليالي ديال الذكر وديال الامداح. حنا باش بكل صراحه بدلنا مجهودات كبيره باش وفرنا واحد عدد المسائل
لهاد الزوار هادو وفرنا باش يكون عندهم الراحه ديالهم الامنيه ولا حتى بالنسبه للمواد توفرات المواد الغذائيه بفرا واحد العدد ديال الحمد لله الاقتصاد مدينه انتعش المدينه تنشوفوا الوجوه ديال الناس لا الساكنه ولا الناس اللي كانوا في مولاي ادريس ومشاو غادروا المدينه ورجعوا جاوا زاروا مولاي ادريس هذه الاسره هذه تنشوفوهم مسبشرين وفرحانين ان المدينه ولات شكل اخر الحمد لله. وباقي بكل صراحه هذا الموسم الحالي ما سبقش الموسم العالمي ما سبقش موسم كان في هذا المستوى هذا بكل صراحه. هذه سنين عديده إن لم أقول 15 ل 16 سنة الموسم كان عليه كان ركود إنما ما كانش تنسيق منعدم لا بين المجلس ولا السلطة ولا النقابة الشرفاء. هذه المسائل اللي كانت واحد العدد العوائد اللي كانت تتقام تحتفات في هذه الأسرة هذه ما بقاش هدية ديال المجلس تقول واحد الهدية الشرفاء رمز شنو ماشي حاجه كبيره. كان واحد عدد الطوائف اللي كانوا تيجيو ما كانش يجبروا الترحيب ما كانش يجبروا تيجبروا مشاكل اللي الضومه تيشعل قبل الوقت تيشعل حتى الليل الاناره عاوتاني تطفى قبل الفجر بكثير الاسبال في كل مكان الناس شفتي ما بقاوش يجبروا ديك الراحه اللي كانت قبل بحيث هذه 15 سنه مشى الموسم مشى بصفه نهائيه ما بقاوش الناس يجيو. دابا الحمد لله سمعوا على ان المجلس تبدل سمعوا على ان الشرفه عاوتاني متحمسين تاهما لهذه العمليه مع سيدنا الحمد لله نصر الله جاب هذا الموسم جا مع سفاره المغرب بعيده العرش عيد العرش المجيد حقيقه كانوا عندهم واحد الصبغه راكم كنتم ملاحظين راكم كنتم شهود على هذا الموسم هذا نتمنى الله التوفيق وحنا باقيين تنعملوا طبعا اكيد حيت كان سكان المدينه كانوا مدمرين سكان المدينه كانوا الخيبه تشوف وجههم واحد شي غريب انا بحكم السكنه ديالي في مكناس ولكن تجي تقريبا اسبوعيا كنت نجي نزور الوالده رحمها الله تنشوف الناس ما واحد البؤس نزل عليهم واحد حيت كانت المدينه كانت واحد مأساة انا نقول كان دمار مدينه بحيث كان لا السلطات المحليه ولا الاقليميه ولا كل شيء ما كانش عاجبو الحال الحاله اللي كانت فيها المدينه. دابا الحمد لله كل شيء عاجبو الحال كل شيء نشط السيد العامل كان بعد الزيارة بعد ما نزل الوفد وكان الاستقبال ديال العالميين هنئني على التنظيم وهنئني على كل المسائل اللي تقامت في هذا الموسم هذا اللي فات الحمد لله. وباقي بعد هي البداية حنا باقينا لطول الله العمر هاد الخمس سنين ان شاء الله بإذن الله السنة الجاية غادي يكون مسائل أخرى غادي تكون أمور أخرى حنا عندنا تطلعات وعندي برامج ما يبقاش مقتصر على موسم العالميين وموسم الموسم الكبير غادي يكون بين المواسم ويكون مهرجانات غادي يكون مسائل اخرى غادي نكون التنسيق مع المجلس العلمي مع جمعيه المجتمع المدني مع كاع العديد ديال الناس اللي غادي يكون هذا ماشي موسم ديال اسبوعين واخا تيكون القبائل تيجيو من بعد ولكن بغينا هذه الاسره ديال 15 اليوم بغينا تكون كلها انشطه كل أنشطة ملتقيات معلوم كانوا مثلا تغريضة خيام أي ذلك من هذا من مشروع المستقبلي إن شاء الله بحيث دابا كاين واحد المكان كان خيبر ساحة خيبر بالي ولات فيها الحديقة العمومية في خيبر.